نهائي على نادي سنيم، تميز الحفل بتسليم الجوائز على أعضاء الفريقين المتنافسين وحكام المباراة وفريق اف سي نواديب الفائز ببطولة الدوري هذا الموسم. رئيس الجمهورية السيد محمد الشيع الغزواني يسلم أغلى كؤوس كرة القدم الوطنية كأس رئيس الجمهورية للموسم الرياضي 2019-2020 لقائد فريق اف سي تبرق زينة الذي يضيف الكأس الخامسة إلى خزائن النادي. رئيس الجمهورية يسلم كذلك الميداليات الذهبية لعناصر الفريق البرسواجي تبرق زينة الذي توج بالكأس على حساب فريق جمعية سنيم. وخلال ذات الحفل سلم الوزير الأول السيد محمد البلال كأس الوصابة لقائد فريق جمعية سنيم وكذلك الميداليات لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية للكأس الوطنية. وزير التشغيل والشباب والرياضة سلم كأس الدوري لقائد فريق اف سي نواديب المتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم 2020. رئيس الجمهورية بملعب المرحوم شيخ خاو البيدية أشرف على نهائي الكأس الوطنية للموسم الرياضي 2020 حيث حيا لاعبي الفريقين طرفي نهائي كأس رئيس الجمهورية وهما فريق اف سي تبرق زينة وفريق جمعية سنيم. النهائي الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووالي ولاية نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وجمع من جماهير الفريقين، عرف هذا النهائي قدرا من الندية بين الناديين في ربعه الأول قبل أن يتمكن اللاعب باقايوكو كامارا من افتتاح سلة التهديف لصالح فريق تبرق زينة في الدقيقة 19. وفي بداية الشوط الثاني عاد ذات اللاعب ليضيف الهدف الثاني لفريقه قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريق تبرق زينة بنتيجة هدفين دون رد. تبرق زينة كيف تعرف لها عمان ما توجد بهلي لها عمان مجدد النادي مجدد اللاعبين ولين جددناهم انا ذاك ليلو عامين والله ثلاثه، قلنا ان نطول روسنا مده عامين ثلاثه هي اللي تطلع ثمرتها اللي واحدين فيه. واليوم فعلا عندنا تتويج وفزنا بكاس الرئيس اللي بالنسبه لي هو اهم شيء، لا هي يواسع لنا نقدو نمثل موريتاني بصفه مشرفه على مستوى الافريقي ان شاء الله. كان ياسم ضغوطات بان خسرنا الدوري في اخر جولتين تقريبا، كان ياسم ضغوطات ياكل قبول الكاس من عام 2016 تقريبا، ما كان هين كان مشين حتى كان يكون تركيب سنيم لاعبين فير ما باخذوا شكل حاطة اللي عنده قاعد يعطي الحمد لله. وبهذا الفوز يعود تبرق زينة الى منصة التتويج بعد غيابه عنها منذ العام 2016. يترقب